في عندنا برضو واحده من الديفينيشنز اللطيفه قوي اللي ممكن نستعملها، حاجه اسمها لو كونتراست ريزولوشن او كونتراست ديتيل. الحقيقه احنا بنتكلم على لما كنا بنتكلم على الريزولوشن، على سبيشال ريزولوشن، كنا بنتكلم ان احنا نقدر نشوف حاجات جنب بعض عامله ازاي، يعني نقدر نشوف الحاجه دي واللي جنبيها عاملين ازاي، يعني نقدر نشوف كام حاجه جنب بعض او البيكسل سايز شكلها عامل ازاي. انا هنا بشوف هل انا اقدر اعمل ديتكشن لسمول ديفرنسز اوف اتينيويشن كوفيشن ولا لا. يعني كده بدل ما انا كنت ببص على الفروقات في السبيس، يعني انا اقدر اشوف حاجه صغيره قد ايه، لا ده انا ببص دلوقتي اشوف بقى انا عندي الليفلز بقى اللي هي الجري سكيل بتاعي في الصوره او في السي تي نمبرز معنى صح، نقدر نديتكت ديفرنسز قد ايه في الاتينيويشن. لان ممكن ان انا مثلا يبقى الديفرنس اللي انا اقدر يعني الديفرنس اللي هي موجوده بين مثلا التيومر اللي انا عايز اشوفه والتيشو اللي حواليه ممكن يكون صغير جدا، ففعليا المكنه بتاعتنا ترانكيت الاثنين يبقوا حاجه واحده، فيبقى الكلام ده مش منطقي. فعامه هو اللو كونتراست ريزولوشن ده بيبقى ديفايند از ا ريشيو بتوين ذا سمولست ديتكتبل ديفرنس اوف اتينيويشن كوفيشنت اون ذا اونس فيل سكيل اند ذا افريج فاليو وذين ذا اوبجكت اوف ا جيفن سايز اوكي for a specific radiation dose. معناها ايه؟ معناها ان دلوقتي بيبقى في عندي فانتوم زي ما هوري كمان شويه، بيبقى في ديفرنت يعني ديفرنسز بين الـ بين الاوبجكتس اللي فيه والباك جراوند. فلو انا عايز احسب اللو كونتراست ريزولوشن بحسب الفرق بين الاوبجكت اللي هو مختلف دوت والباك جراوند بتاعته واقسمه على الافرج بتاع الايه بتاع الاريا كلها اوكي. وده بيوريني في الاخر يعني يديني في الاخر فيجر اوف ميريت كده، كل ما الفيجر اوف ميريت دوت كل ما قدرت ان انا يعني اخليه يبقى اصغر كل ما كان يبقى عندي القدره ان انا اشوف الحاجه دي بشكل ادق، كل ما كان عندي اقدر اشوف كونتراست احسن في الصوره بتاعتي، يعني اقدر اميز حاجات عن بعضيها بشكل احسن في الصوره بتاعتي اوكي. فبنتكلم على عاده الكرنت سكانرز هاف ريزولوشن بتوين 0.3 او 0.4%، ودي ممكن نحسنها بان احنا الراديشن دوز بتاعتنا نعليها. طبعا احنا بالنسبه لنا ما بنحبش نعلي الراديشن دوز، ودي الحقيقه دي حاجه ممكن ان هي يعني تبقى يعني نعملها واحنا مضطرين مثلا لو في حالات مثلا عايزين نتاكد، بس عامه دي برضو فيها يعني ايه فيها كلام. لو احنا بنتكلم على 0.3 to 0.4% معنى كده انا ممكن اديتكت حاجه لو انا فرضا عندي الاونس في اليونتس مثلا او السي تي نمبرز اللي عندي مثلا سي 100، ممكن اديتكت حاجه تبقى عباره عن 0.3 يعني انت بتاعتها تبقى قرب الزيرو كويس من يعني مختلفه باختلاف صغير عنها، يعني ممكن مثلا بين ال100 ومثلا 100.3 اوكي ممكن اشوف فرق بينهم ده واضح في السيتي، او 100.4 نفس الكلام بالظبط. ده حاجه طبعا بالنسبه لنا يعني فعلا واضح ان هي بتبقى يعني كونتراست عالي جدا جدا جدا، وفعلا عشان كده السيتي بقى فاليبل جدا في الدياجنوستس بتاع الحاجات اللي هي فيها ساتل فاريشنز.